ومن هذه الفضائل الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذه السورة العظيمة التي هي من أعظم سور القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قراءتها، حتى لقد كان عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه السورة كاملة في ركعة واحدة حال قيامه الليل. روى أبو داود عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة، لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ. وهذه هي القراءة التي يتحقق بها كمال الأجر والفضل مع ما فيها من تأمل المعاني والدلائل في كتاب الله عز وجل.